اليوم الثامن من سنة 58 و900 أقدام الاستعمار الفرنسي على أسسها يسيل يوسف هذه المنطقة الآمنة بطائرات جوية وحشية أودت بالمدنيين العزل من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال لاجئين ومواطنين وطال العدوان المباني المعدات ولم تسلم منها حتى بعثة الصليب الأحمر الدولي التي تروج إلى الإغاثة الإنسانية وهي محاولة استعمار يائسة لعزل الثورة التحريرية عن قاعدتها الشرقية بتونس الشعبية. وقفة إكبار المشبيل للترحم عليهم ونستوهم من تضحيتهم عن بلاء معانا الإنذار والإكرام الذات لنعمق إيماننا لوحة مصير الموجبات والتحديات الراهنة والمستقبلية. هذه الواقعة التي حفرت في ذاكرة الشعبية التونسي والجزائري خطت بدماء شهدائها وهي ملحمة الصمود المشترك والتضامن الأخوي بين الشعبين الشقيقين.